17، عندنا 17 شخص اليوم بالجلسة على نحكي عن قانون الانتخابات. أنا سؤالي هون إذا فيكم تحطوا بالتشات، بلش هيك شوي الانترودكشن حتى نشوف كيف بدنا نبلش نشتغل، على شو بدنا نحكي. كم واحد بيعرف تفاصيل قانون الانتخابات ال 44 على 2017، يعني اللي صارت على أساسه انتخابات ال 2018، قد ايه فايتين فيه بالعمل؟ اوكي، مش الكل بيعرف تفاصيل، وبفتكر هون يمكن الاغلبيه مش مطلوب منكم يمكن كثير تعرفوا تفاصيل. انا رح امرق اليوم شوي على تفاصيل قانون الانتخابات، من خلال شرح قانون الانتخابات رح نعطي شوي اكثر الكونتكست او الطابع اللي كان عم تمرق فيه انتخابات ال 2018. رح اقطع عليها بينيت لكم شيء الباوربوينت برزنتيشن ولا لا؟ لا بعد ما بينت يعني اوكي هلا مش الحال. تمام. قانون الانتخابات ال 2044 على 2017 نزل شيء اسمه النسبية، عمل انترودكشن مقدمة لشيء اسمه النسبية. النسبية ما رح فوت كثير بتفاصيلها، وأيمن هون بس بدي أطلب منك شغلة تساعدني، لأنه أنا هلا التشات ببطل مبين عندي، إذا في شيء أي شيء أنت دغري قطشني. أنا عصام. عظيم. بقانون ال 44 على 2017 لأول مرة بلبنان بيصير في عندنا نسبية. نسبية صحيح اجت مشوهة، هلأ رح نقطع عليها ليش مشوهة وليش قريبة كانت على النظام الأكثري منه من النظام النسبي. بس النسبية بحد ذاتها بقول لك إنه كل لائحة النسبة اللي بتاخدها بحسب شروط معينة، النسبة اللي بتاخدها من الأصوات بتاخد على قد نسبة معينة من المقاعد الانتخابية. في عنا بطبيعة الدائرة الانتخابية البطاقة الإلكترونية الممغنطة اللي راحت كليا. صار عندنا شيء اسمه هيدي، اذا بدكم نحن عاملين لوقتها كنا تمبليت، هيدي بسموها قسيمة الاقتراع الرسمية. لأول مرة بال 2017 لما طلع قانون الانتخابات وبلشنا فيه بال 2018، بطل في الشخص يحمل ورقة يكتب عليها هو أسامي المرشحين، بالتالي صار في عنا لائحة ألف، لائحة ب، كل واحد بيسمي اللائحة تبعيته مع أسامي وصور المرشحين. وبالتالي أنا مواطن على سليم إذا بدي أنزل انتخب بقدر أعطي صوتي لللائحة، والقانون أعطاني مجال أعطي صوت تفضيلي لأحد المرشحين من قلب اللائحة الانتخابية، فبالتالي صوتي بيروح للائحة الانتخابية وبنفس الوقت بيروح لأحد المرشحين من هيدي اللائحة اللي أنا بدي أعطيه صوت التفضيلي. شو معنى صوت التفضيلي؟ يعني هيدا الشخص من قلب اللائحة أنا اللي بدي إياه يربح الانتخابات، أو إذا اللائحة أخذت المقعد بفضل المقعد يروح لهيدا الشخص من اللائحة الانتخابية. هيدا الشيء كان جديد بقانون الانتخابات، وهيدا تغير بالنظام الانتخابي. ما كان في شيء اسمه عنا صوت تفضيلي، كان المواطن بشكل أول شيء كان عنا نظام أكتري، عندك مرشحين بقلب الدائرة الانتخابية. الدائرة الانتخابية هي هيدي البقعة، البقعة الجغرافية، في عندها ناس هي لها حدود معينة، والناس والكانديدا او المرشحين بيترشحوا داخل هيدي الدائره الانتخابيه. انا كناخب بروح كنت احمل هيدي الورقه، باخذ واحد ايمن من هيدي اللائحه، بدي جوليان من ثاني لائحه، بدي اكس، بدي ديانا، بدي يارا من ثالث لائحه ومن رابع لائحه. انا بشكل اللائحه اللي بدي اياها بيزد على معرفتي بالاشخاص وبسقطها. سؤالي هون، حدا بيقدر يقول لي شو النفع تبع انه الواحد بيختار لائحة وحدة وبالتالي ما بيقدر يشكل اسامي
من عده لوائح، يعني ما بيقدر يشكل لائحه من اشخاص او مرشحين موجودين على كذا لائحه. هيدي شو الفائده تبعيتها وشو سيئاتها؟ هون بس حتى نكون عم ندردش سوا بهذا الموضوع. رح ارجع انا افتح صرير. ايمن في حدا عم بيكتب؟ لانه انا ما راح اقدر اشوف الشات. لا 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 علي، بس في حدا كان عم يقول انه استعمل البطاقه قبل، بس يعني ما في شيء. بعد سؤال. اوكي اوكي استعمل النموذج اللي عم تحكي عنه. نموذج، خلينا اقول لكم الفائده الاساسيه من وراها واللي لادي لاحظتها، مش بس لادي بطبيعه الاحوال، كل الخبراء القانونيين لاحظوا انه هيدي الفائده اللي كثير اساسيه بقسيمه الاقتراع الرسميه اللي مثل التمبليت تقريبا اللي عندنا اياها اليوم. انه اليوم النظام الانتخابي هلا صحيح عنده شوائب، بس بيعطيك فرصه المفروض احسن من ما كانت الانتخابات عليها بال 2009 انه الشخص يقترع للائحه بغض النظر عن الاشخاص. يعني انا اليوم المفروض اقترع لبرنامج انتخابي. إذا بتلاحظوا هون مثلاً بالليحة الألف في عندك أيمن شوكة تشقير، وسام شفيق الأحمدية، ناجي أفلاطون حطوم. أنا بقترح للليحة بشوف شو برنامجها للليحة بغض النظر عن الأشخاص. يمكن ما بعرف أيمن، يمكن ما بعرف وسام، وما بعرف ناجي، بس إذا مأمن أنا بالبروغرام وبالبرنامج الانتخابي تبع الليحة بروح بحط لها صوتي وبسقطه بصندوق الاقتراع. هيدا الشيء الإيجابي إنه الواحد يصوت للليحة بلا ما يكون يعرف الأشخاص، مهم يكون عم يعرف البرنامج الانتخابي، وبالتالي صوتك بيروح للبرنامج بغض النظر عن الأشخاص. المشكلة الأساسية بهيدا النظام الانتخابي اللي نحن عنا إياه، صحيح حطت لنا اللوائح لأنه نظام نسبي، بس أعطتك إمكانية إنك تعطي صوتك لأحد المرشحين بقلب الليحة. يعني شو معناتها؟ أنا إذا بعرف أيمن شوكة تشقير أو أيمن شوكة تشقير عم بيعطيني مصاري أو عم بيعطيني بونات بنزين أو عم بيأمن لي يمكن قصة ولادي بالجامعة أو بالمدرسة، بروح بعطيه صوت التفضيلي. فبالتالي المعركة صارت بين الأشخاص اللي عندهم نفوذ مالي ونفوذ سياسي أكتر بالدائرة الانتخابية، بيكون عندهم حظوظ أكتر انه هن ياخذوا اكبر عدد ممكن من الاصوات التفضيليه داخل اللائحه. يعني اذا اللائحه بيطلع لها 3 اصوات، اللي بياخذ اعلى اصوات تفضيليه، اعلى 3 اصوات هيك اون برينسيب، هلا بنمشي كيف بنحسبهم، رح نعمل سيميليشن بهذا الاطار، بس المفروض اللي بياخذ اعلى اصوات تفضيليه من ضمن اللائحه هو اللي بيربح المقاعد من ضمن اللائحه. فبالتالي اللي عنده مصاري أكتر يقدر يصرفها بالدائرة الانتخابية، هو بيكون عنده فرصة أكبر أنه ينجح الانتخابات، واللي عنده نفوذ سياسي بطبيعة الأحوال هو عنده فرصة أكبر يربح الانتخابات. مرقنا على شو هو الصوت التفضيلي. في عنا شيء اسمه عتبة انتخابية، وفي شيء اسمه عنا حاصل انتخابي. العتبة الانتخابية والحاصل الانتخابي، حدا بيقدر يشرح لي شو هي؟ حدا بيعرف شو هو العتبة، شو هو الحاصل، كيف منحسبهم، شو هن؟ إذا حدا بيعرفهم يكتب لي بس هيك على التشات ويقول لي شو هي الحاصل، شو هي العتبة، شو معنات ليحة؟ ليحة أخذت العتبة. حاصل. سوري ما عم بسمع. في يجاوب؟ إيه أيمن. هلأ إذا في حدا تاني يجاوب بيكون أفضل. لا لا بس ما بدي. العتبة يعني مثل كيف في عنا عتبة البيت. هي العتبة بتطلع عندنا لتفوت لمحل لمحل. هيدي العتبة. صحيح. صحيح. صحيح مثل ما أنت قلت أيمن. لما واحد يقول تخطي. صحيح عصام. لما واحد يقول انه قطع عتبة البيت يعني فات على البيت، ونفس الشيء اللي بيقطع العتبة الانتخابية هن اللوائح اللي بتفوت على البرلمان، ببلش ينحسب لها مقاعد بالبرلمان.
العتبة هي الحاصل، فمثل ما أنت قلت عصام، كل لائحة انتخابية بتاخد الحاصل أو بتاخد العتبة الانتخابية ببلش ينحسب لها صوت. شو نص قانون الانتخابات؟ قانون الانتخابات خلينا نقول أفضل، يعني أنه أكثر شيء القصص اللي كانت جديدة بقانون الانتخابات الحالي. لبنان صار 15 دائرة انتخابية، بطل 26 دائرة. شو يعني 26 دائرة وشو يعني 15؟ لبنان بال 2009، يعني بآخر انتخابات حصلت قبل ال 2018، بال 2009 لبنان كان مقسم على 26 قضاء، فبالتالي كل قضاء هي دائرة انتخابية، يعني اللي نفوسهم ببعبدا بينتخبوا مرشحين نازلين بقلب بعبدا وما لهم علاقة بالمتن، ما لهم علاقة بالكسروان، ما لهم علاقة بالشوف، ما لهم علاقة بعلي. اليوم بال 2017 لبنان تقسم ل 15 دائره انتخابيه، بطبيعه الاحوال في منهم اكثر اكبر من اقضيه كمساحه جغرافيه، وفي منهم اقضيه كانت، يعني بعبدا بقيت دائره انتخابيه، المتن بقيت دائره انتخابيه، بينما شوف وعلي صارت دائره انتخابيه وحده، كسروان جبال دائره انتخابيه وحده، صيدا جزين صارت دائره انتخابيه وحده، وفي بعض الدوائر الانتخابية ما كانت متصلة ببعضها جغرافيا، مثلا مثل دائرة صيدا جزين اللي هي دائرة انتخابية واحدة بس جغرافيا ما كانوا متصلين ببعض، لأنه كرة صيدا كانت منفصلة عن صيدا. هيدا شوي تفاصيل بنقدر نحن نفوت فيها بعدين. أوكي علي، نقدر نفوت بس كرة صيدا أصلا هي منطقة حارة صيدا والضيعة المجاورة، بس صحيح صحيح، كرة صيدا هي حارة صيدا والضيعة المجاورة لها، ارتبطت انتخابيا انه بالدوائر الانتخابية مع منطقة سور والزهرانة، فبالتالي ربطوها مع بعض لأسباب ديموغرافية وأسباب طائفية مذهبية. بعد في كوتا مذهبية وبعد في كوتا مناطقية، بفتكر كلنا بنعرف هون شو هي الكوتا المذهبية، أنه في عنا 64 مسلم 64 مسيحي من ضمن الإسلام، في عنا 27 شيعي 27 سنة 33 ماروني على ما أظن، بس في عنا كمان كوتا مناطقية. شو معنى كوتا مناطقية؟ أعطيكم example، يعني كل قضاء له كوتا عدد مقاعد، مثلا جزين عندها 3، صيدا عندها 2، المتن عندها 8 على ما أظن، بلا عندها 8 المتن، فكل قضاء عنده عدد من المقاعد اللي نحن من الكوتا اللي لازم نحن ننتبه له. للأسف ما كان في كوتا نسائية، في حدا مع الكوتا، في حدا ضد الكوتا، في حدا ضد الكوتا؟ خلينا نشوف إذا في حدا ضد الكوتا بنحكي فيها بعدين. جود، ما في حدا ضد الكوتا شكله بالتشات، عظيم. بتتوزع على المقاعد على حسب الحواصل أو حسب الأصوات اللي بتخدها كل لائحة، يعني إذا لائحة هلأ رح نعمل سيميلاسيون على فكرة لذيذة، كيف بدنا نقعد نحسب، وهون بتشوفوا إنه كيف بتصير الخبرية والكوتا. أكيد أوكي ندى، عظيم، أنا مع الكوتا، بس بدي أشوف إذا في ناس ضد الكوتا، نشوف هيك شوي نستشف الأراء. في سارة كمان كتبت عليه، بس إذا بتشوفه It's a transition in my opinion. صحيح صحيح. لادي من الجمعيات، في كتير جمعيات غيرها، بس لادي من الجمعيات اللي بتعتبر انه هيدا تدبير مؤقت، مش بس لادي اللي بتعتبر انه الكوتا تدبير مؤقت، هيدي جزء من التوصيات اللي طلعت بالمؤتمرات الدولية. هون اذا بتلاحظوا كيف موزع المقاعد على الدوائر الانتخابية، يعني لاحظوا مثلا، عم بعطيكم اكزامبل، اكبر دائره انتخابيه موجوده بلبنان بحسب هيدا القانون هي علي الشوف، مؤلفه من 13 مقعد، 5 موارنه، 4 دروز، 2 سنه، 1 روم كاثوليك و1 روم ارثوذكس، بينما صيدا جزين، لاحظوا كيف صيدا جزين مقسومه بالنص، هيدا النص اللي هو مشمول بالزهراني سور هي كره صيدا اللي كان عم بيقول عنها ايمن هي حاره صيدا والكره الجوار. صيدا جزين هي أصغر دائرة انتخابية موجودة بالتقسيم أو بالنظام الانتخابي اللي عنا إياه، اللي هي مؤلفة بس من 5 مقاعد، 2 سنة بصيدا و2 موارنة و1 روم كاثوليك بمنطقة جزين.
على فكرة العتبة الانتخابية أو الحاصل الانتخابي، أوكي، العتبة الانتخابية دوليا وبحسب المعايير الدولية، إذا تخطت العتبة الانتخابية 5%، شو قصدنا بالعتبة العتبة الانتخابية 5%؟ يعني بعدد المقترعين مثلا، لا تسي ببعبدة أو بالمتن أو بأي دائرة انتخابية، إذا أي لائحة لازم تحصل على أكثر من 5% من الأصوات الموجودة من عدد المقترعين الصحيحين، يعني اللي اقترعوا بشكل صحيح بالدائرة الانتخابية، إذا تخطيت هيدي النسبة الـ5% بحسب الخبراء الانتخابيين الدوليين والمحليين، النسبية بتكون مشوهة، ومنكون نحن قريبين أكثر على نظام أكتري. شو قصدنا إنه قريبين أكثر على نظام أكتري؟ يعني ما بيكون في توزيع عادل للأصوات على اللوائح الانتخابية، يعني بالتالي اللوائح بدها تعمل افور أكثر بكثير من النظام النسبي، ومثل كأنه الواحد إذا حصل على أكبر عدد ممكن من الأصوات، 51% من الأصوات بياخد كل المقاعد. نفس الشيء، يعني كل ما تكتر أو تعلي نسبة الـ5% من العتبة الانتخابية، كل ما بتكون اللائحة أو النظام الانتخابي أقرب للنظام الأكتري. مساقبة بلبنان العتبة الانتخابية بتتراوح بين 7% للـ20%. 7% هي بشوف علي، الـ20% هي بصيدا جزين. شو معناته هذا الحديث؟ معناته إنه الدائرة الانتخابية اللي ممكن يصير فيها خروقات، أو بمعنى بيكون فيها سهل الواحد ياخد فيها أصوات مع إنه هي فوق 5% وهي صعبة كتير، هي شوف علي لأنه 7%. وأصعب دائرة انتخابية الواحد بيقدر يخترقها هي دائرة صيدا جزين، لأنه نسبة العتبة الانتخابية تبعيتهم 20%. سو كيفي انه هي اكثر دائره انتخابيه قريبه للنظام الاكتري من النظام النسبي، مع انه الـ7% هي تعتبر نسبه كثير عاليه. كرمال هيك لادي بتقاريرها اعتبرت انه النظام النسبي المعتمد بانتخابات الـ 2018 بحسب قانون الانتخابات هو اقرب للنظام الاكتري من النظام النسبي. وما تجربوا او ما تخلوا حدا يضحك عليكم يقولوا في عنا نظام نسبي وما قدرنا نخترق، اذا في حدا بشجع يمكن المجموعات السياسية الناشئة او غيرها. ما حدا يجرب يقول انه في عنا نظام نسبي، بيطلعوا وبيضحكوا علينا وبيعتبروه هيدا انتصار، هو اقرب من النظام الاكتري للنظام النسبي. شو اللي تغير وشو اللي بقي على حاله؟ ما بدي فوت انا بشو اللي تغير وشو اللي باقي لحاله، لانه هون عم نفوت بتفاصيل نحن اكثر يمكن فتنا فيها هلا بخلال الحديث تبعنا. نحن اللي تغير، النظام تغير. نحن كان عندنا نظام نظام اكثر، صار في عندنا نظام نسبي. بس مساب النظام النسبي تغير على الورق، بس ما تغير بالبراكتس، ما تغير بالشق العملاني على الارض. بعدنا عم نشوف المعارك عم بتكون والنتائج عم بتكون اقرب للنظام الاكثر من النظام النسبي. بعدنا عم نشوف بالصوت التفضيلي المرشح اللي عنده نفوذ مالي ونفوذ سياسي اكثر بدايرته الانتخابيه، ومن ضمن اللائحه اللي هو مرشح عليها عنده حظوظ اكثر انه هو اللي ياخذ المقعد من غير اشخاص، حتى لو غير اشخاص عندهم الكفاءه يمكن اللي اعلى من الشخص اللي عنده المصاري، بس مسابه انه هذا الشخص عنده مصاري. ولسوء الحظ قانون الانتخابات الحالي ما بيمنع المساعدات الماليه والعينيه تكون عم تتقدم من المرشحين، حتى لو كانت عم تتقدم هيدي المساعدات قبل بيومين وقبل بـ3 ايام من الانتخابات. لا دي بتعتبرها رشوه، ويمكن كتار منكم هون بيعتبرها هيدي رشوة انتخابية، كيف نحن بدنا نقبل فيها؟ بس للأسف هيدي مشرعة بالقانون الانتخابي، عن جد للأسف هيدي مشرعة للقانون بالقانون الانتخابي، والناس ما بتعرف هيدا الشيء.
هلا بدي انا بعدين اسالكم انه انتم شو تصوركم للقانون للانتخابات اللي جايه مع هيدي المساعدات الماليه اللي عم تتقدم، اللي كيف ممكن تكون عمليه شراء الاصوات؟ بركي هلا انا رح اجرب قد ما فيي ما طول، للصراحه انا بحب ما احكي كثير وافتح اكثر مجال النقاش واسالكم اصوات. بس كيف بدنا ننتخب؟ عاده شو بنصير؟ ننزل على قلم الاقتراع، على مركز الاقتراع بالأول، ممكن يكون مدرسة، ممكن يكون جامعة، اللي هو الدولة بتحددها. منفوت على القلم المخصص أو الغرفة المخصصة حتى محل ما موجود اسمنا حتى ننتخب. بناخد أول شيء ورقة الاقتراع، قسيمة الاقتراع، نختار الليحة اللي نحن بدنا نصوت لها، نختار صوت التفضيلي إذا بدنا نحن نصوت نعطي صوتنا لمرشح من ضمن اللائحة، ومنسقطها. منفوت عند رئيس القلم، بيتأكد رئيس القلم من الهوية أو جواز اللبناني السفر. ما في بتقولوا لي إخراج إيد، ما بيعتبر رئيس القلم، بيطلب إخراج الإيد بيقول لك هذا منه مستند رسمي أنا فائقة. ندى مش الحال علي، مش الحال تفضل. مش الحال، مش الحال بتصير. بيتثبت هيئة القلم انه اسم الناخب موجود بلوائح الشطب، بيعطينا ورقة الاقتراع الرسمية، لانه من دون ورقة الاقتراع الرسمية نحن ما فينا نقترع. اجباري بدنا نفوت جوات العازل، منقترع، منطلع من العازل، منحط أصواتنا بشكل صحيح، منحطها بصندوق الاقتراع. بطبيعة الأحوال بدنا نبصم ومنمضي ومنفل. كيف تعتبر الورقة باطلة؟ كل ورقة بتشتمل على أي علامة إضافية هي منا موجودة أو منا مذكورة بالقانون، من هن بيكتبوا لكم أنه يبقون تحطوا إكس يبقون تحطوا صح. إذا كتبتوا على الورقة شخطتوا حطيتوا شيء مثلا القائد المفدى ما بعرف شو، هذه تعتبر ورقة ملغية وما بتحتسب من التصويت. بيعتبر يمكن 100,000 شخص صوتوا، عنا 20 ورقة ملغية، هذه ما بتعتبر أنه من الأشخاص اللي صوتوا، بتعتبر ملغية، ما بتعتبر صوت صحيح. كل ورقة بتشتمل على قلت لكم أي علامة إضافية ما بتحتسب. كل ورقة بتتسقط هي غير الورقة الرسمية اللي بيعطيكم إياها رئيس القلم، ما بتعتبر صحيحة وبالعكس بتعتبر ملغية. إذا أنا حطيت صوتي لليحة A ولليحة B تعتبر ملغية، أو حطيت صوتي لمرشح تفضيلي من الـA مرشح تفضيلي من الـB تعتبر ملغية. ليه تعتبر ملغية؟ لأنه اللي عم بيفرز الأصوات ما حيعرف هيدا الناخب بده لايحة ألف ولا بده لايحة ب، فكرمال ما يعطي الصوت لايحة آ وبيكون هو قصده الناخب يمكن لايحة ب، بيلغي التصويت كله سوا. نفس الشيء هون اللي كنا عم نحكيه، بيلتغي التصويت. شو اللي بيعتبر صوت صحيح؟ إذا أنا عطيت صوتي لايحة آ بس ما حطيت ولا صوت تفضيلي لولا ناخب، بيروح صوتي للليحة بس ما بيروح ولا صوت تفضيلي لولا ناخب، هذه تعتبر صحيحة. إذا عطيت صوتي لمرشح تفضيلي بالبي ورحتوا على وعطيت صوتي للليحة آ تعتبر صحيحة، وبحسب القانون بروح صوتي للليحة وبيلتغي الصوت التفضيلي للليحة ب، لأنه دائما الأفضلية للليحة بتكون. إذا عطيت صوت التفضيلي لا مرشح من قلب اللائحة آ ومن مصوت لللائحة آ، بروح صوتي لللائحة آ وللصوت التفضيلي، لأنه دغري اللي عم بيفرز الأصوات بيعرف إنه هيدا الشخص بده هيدا الشخص من هيدا المرشح من لائحة A، يعني بده لائحة A هي اللي تفوز. هلا بدنا نفوت بشوية سيميلاسيون كتير حلوة. أنا هيدي my favorite صراحة part. كيف بدنا نعرف أي لائحة نجحت؟ وكيف بدنا نحسب الحاصل؟ وكيف بدنا نعرف من قلب اللائحة مين اللي هن ربحوا؟ عم نعمل simulation هيدي، إذا حدا معه ورق وقلم سجلوها، لأنه في أشياء مهمة هون نحن بدنا ناخدها into consideration. أخذنا أصغر دائرة انتخابية اللي هي صيدا جزين،
صيدا في إلى مقعدين، جزين في إلى ثلاث مقاعد. صيدا المقعدين اللي إلى إياهن هن اثنين سنة، جزين الثلاث مقاعد اللي عنده إياهن هي اثنين مواردة واحد روم كاثوليك. يعني عدد المقاعد بصيدا جزين هي خمسة. أدي عدد المقترعين 79,707. هول كلهم المعلومات عم ناخذهم من بعد ما خلصت عملية التصويت. صارت الساعة 7 بالليل، خلصت عملية التصويت، سكر القلم، بلشوا يسحبوهم، بلشوا يفرزوا. كيف منقدر نعرف شو هي العتبة أو شو هو الحاصل؟ الحاصل هو عدد المقترعين divided أو divisé، قسمة عدد المقاعد. خلينا نعتبر عدد المقترعين واللي اقترعوا بشكل صحيح، يعني إذا لغينا الأوراق الملغيه هن 79,707. طيب عدد المقترعين 79,000 على عدد المقاعد، أدي عدد المقاعد خمسة. 79,707 قسمة خمسة، سوري، أدي بيطلع 15,941. في حدا يقول لي 15,941 هو دليلة على شو؟ نحن عملنا الحاصل اللي هو عدد المقترعين 79,707 قسمة خمسة اللي هي عدد المقاعد، طلع عنا 15,941. 15,941 شو هو؟ هو عدد الأصوات يلي كل لائحة لازم تاخده ليطلع لها مقعد واحد. برافو عصام، هيدا هو بالضبط تفسير سقف اللائحة 100% مارون. ال 15,941 إذا بدنا نقوله باللبنان الدارج هو حق المقعد بهيدي الدائرة الانتخابية. يعني كل مقعد هو حقه 15,941 صوت. طيب عظيم، نحن اليوم عرفنا حق المقعد قديش. إذا بتلاحظوا بهيدا الفيجوال اللي محطوط هون حد 79,707، في عنا 43,124 صوتوا بصيدا، وعندك 36,583 صوتوا بجزين. هول المعلومات نحن كلها عم ناخدها من بعد ما خلصت الانتخابات. أوكي، الحاصل للانتخابة قلنا 15,941. هلا للأسف نحن حاطينه سنة صيدا، مارونة جزين، مارونة جزين، سنة صيدا، هول لأنه تحت نعرف كيف بدنا نعطي الأصوات. عنا أربع لوايح، هيدا عدد الأصوات تبع الأربع لوايح. كل لائحة، لائحة ألف أخذت 19,000 وشي، لائحة ب 27,000 وشي، لائحة س 19,000 وشي، لائحة د 13,000 وشي. أي لائحة بتطلع برا من الأول؟ أي لائحة ما أخذت الحاصل؟ آخر واحدة دي. دي عظيم، دي أخذ لائحة أ بتربح، يعني بتبلش ينحسب لها أصوات أو مقاعد. لائحة ب بتاخد، لائحة س بتاخد، لائحة د بتطلع برا. نحن قديش كان عنا أصوات صوتوا؟ حدا متذكر؟ حدا مسجل عنده؟ كم واحد صوت بصيدا؟ 79,000. كم صوت طار منهم؟ كم صوت طار من ال 79,000؟ 13,235 صوت اللي هن أخذوهم اللائحة دي نزتوا برا، صح ولا لا؟ عظيم، شو اللي بيصير؟ الأصوات اللي بتنزت برا هيدي نقصت من عدد المقترعين. يعني نحن كان عنا بالأول 79,707 أصوات، راح منهم 13,235 اللي هي أخذتهم اللائحة دي، هول انزتوا برا. صار في عنا عدد مقترعين جديد اللي هو 79,707 ناقص
13,235 صار عندنا 66,472 صوت. طب ال 66,472 صوت بنرجع بنعمل حاصل بنحتسبه من اول وجديد قسمه 5، بدل ما يطلع عنا الحاصل 15,000 اللي هو حق المقعد بقلب الدائره، صار عنا حق المقعد بقلب الدائره 13,294. في حدا يقول لي هيدا شو معناته؟ صار بدها اللايحة أصوات أقل تتطلع تطلع لمقعد، صار بدها 13,200. صحيح. يعني اللوايح البقوة اللي هي الآ والبي والسي استفادت من أصوات تبع الديل اللي طاروا لبرا وقالت خي ريحتني، فبالتالي صار حاصل الانتخابي عندي أقل، صار الحاصل الانتخابي 13,294. طيب عظيم. كيف منقدر نحسب عدد المقاعد تبع كل لايحة؟ حدا بيقدر يشرح لي؟ حدا بيقدر يعطيني كيف الفورمولاسيون معمولة؟ أنا اليوم حاصل الانتخابي 13,294، هيدا تبع كل مقعد، شو منعمل نحن؟ حتى نعرف كل لايحة قديش أخذت مقاعد. نعمله ديفايدد بالحاصل الانتخابي اللي طلع لي بيطلع لنا عدد المقاعد. صحيح. قصدك divided by الأصوات اللي حصلت عليها. ايه صح. لايحة A أخذت 19,503، نقسمها بالحاصل الانتخابي الجديد بطبيعة الأحوال اللي هو 13,294. نفس الشيء بنعمل للB ونفس الشيء بنعمل للC. لاحظوا الA بس حسبناها طلع على 1.47، البي طلع على 2.07، والسي طلع على 1.46. شو معناته هيدا؟ معناته الاب بتاخد الواحد، البي بتاخد 2، والسي بتاخد 1. كم مقعد صاروا؟ 4. 4. بالدائرة الانتخابية تبع صيدا جوزين كم مقعد فيه؟ 5. سو بعد في عنا مقعد ما توزع. عظيم. هون أخذنا واحد مثل ما حكينا، 2 بواحد. قد بيبقى من 1.47 للليحة A؟ بيبقى 0.47. البي أخذت المقعدين، قد بيبقى ل 0.07؟ والسي أخذت واحد من 1.46، بيبقى ل 0.46. بحسب البواقي الباقي، مين أكتر لايحة عندها باقي أكبر؟ الاي. الاي، فبالتالي الاي بتاخد المقعد الخامس. إذا بتلاحظوا الصفر فاصلة 47 ممكن يطلعوا كم 100 صوت على فكرة. الصفر فاصلة 47 بيطلعوا كم 100 صوت، فبالتالي الصفر فاصلة 47 يعني هالكم 100 صوت أخدوا مقعد بوقت الدي اللي اخذ 13,000 او 12,000 ناسي 12,000 صوت ما طلع له ولا مقعد. هون بتقدروا تعرفوا انه كيف عم تتوزع المقاعد. But isn't there a calculation they sometimes do in such situations؟ ما فهمت عليك يا ريتا. يعني أنا once I was hearing about يعني هذا القانون وعرفت إنه إذا بيكونوا يعني المقاعد الباقية في certain calculations بينعملوا، يعني في مثل فورمولا بيعملوها، بيعملوا يعني بيرجعوا بيعيدوا الأصوات أو شيء. Exactly. نحن هلا we're going through the process. We're going through هيدا الكالكوليشن. عم نمرقها شوي شوي بس إنه step by step. هي it's a bit شوي complicated. بس لاحظ هون إنه كيف عم نبلش نشوف المشاكل. يعني لايحة A أخذت المقعد الخامس اللي هو 0.47 اللي هو تقريباً بيطلع كم 100 صوت، بينما إذا بتلاحظوا هون شوي رح أرجع لورا، لايحة D طلعت برا أخذت 13,235 صوت. بالعكس الـ A والـ B والـ C استفادت على ظهر الـ D، وحتى المقعد الخامس أخذته الـ A اللي هو حقه كم 100 صوت، بينما الـ D طلعت من الأساس برا. هنا عم نبلش نشوف. هلا اللي صرنا ملاحظينه انه A بيطلع له مقعدين، البي بيطلع له مقعدين،
والسي بيطلع له مقعد، صار في عندنا خمس مقاعد. طيب هلا out of the five seats او الخمس مقاعد، مين اللي بيربح الخمس مقاعد؟ مين بقلب الليحة A بياخد المقعدين، ومين بالليحة B بياخد المقعدين، ومين بالليحة C بياخد المقعد؟ حسب الأصوات التفضيلية. برافو، هيدي حسب الأصوات التفضيلية. إذا بتلاحظوا ليكو كيف عم تكون الأمور فايتة ببعضها، مشربكة لدرجة إنه مين اللي بيربح بقلب الليحة هو اللي بياخد، عنده أصوات تفضيلية أكتر، عنده تندنسي إنه هو اللي ياخد الأصوات. شو معناتها اللي عنده أصوات تفضيلية أكتر؟ يعني هو اللي معروف أكتر بالدائرة الانتخابية بيقدر يربح. That's why ما بتلاقوا الكتير الأمور تغيرت بال 2018 مع أنه عنا النسبية، بس عم نطلع كيف الـ preferential vote محطوط، عم نطلع كيف الدائرة الانتخابية بعدها عم بتكون كتير صغيرة، فبالتالي المرشح بيعرف ناسه. وهلأ منشوف كيف الصوت التفضيلي مقسم على فكرة. مثلا مين من صيدا من المشتركين أو من جزين؟ يعني نفوسه صيدا جزين. أنا صيدا. أوكي، مين معي؟ سوري ما انتبهت للاسم. بادي بادي. سوري؟ بادي معنية. أوكي، أنت من صيدا. اللي بينتخب للليحة أكيد اللي بينتخب بالدائرة تبع صيدا جزين ممنوع يعطي صوته التفضيلي لمرشح من جزين إذا هو كان من صيدا، واللي هو من جزين ممنوع يعطي صوته التفضيلي لمرشح من صيدا. ليش؟ لأنه بدهم يخلوا هالقد المرشح يكون عنده كنترول على الناس تبعولاته من داخل منطقته الصغيرة، حتى يقدر يحصل على أكبر عدد من الأصوات التفضيلية، فبالتالي هو اللي بيربح بقلب الليحة. لاحظوا كيف بتصير المعركة أول شيء بقلب الليحة الانتخابية على الأصوات التفضيلية، وبالتالي هيدا بتلغي فرصة للناس الجديد ألو؟ علي فصل الصوت عندك شوي، إذا بدك بس أرجع عيد الفكرة الأخيرة. هلأ عم تسمعوني؟ إيه سمينا خلا. إيه أنا بعتذر لأنه نحن عنا بالمكتب الكهرباء راحت والمطر راح، وأنا هلأ لأنه نقلت على الستريت شي، بس كرمال لأنه خايف من اليو بي اس والإنترنت. اللي كانت عم بقوله أنا، اللي من جزين صحيح بينتخب لدائرة فيها مرشحين من صيدا ومن جزين، بس صوت التفضيل ممنوع يروح إلا لمرشح من داخل جزين. ونفس الشيء هيدا بيسري على صيدا، يعني بينتخب لليحة فيها مرشحين من صيدا ومن جزين، بس بينما صوت التفضيل لازم يضل محصور للمرشح من صيدا. ليش؟ حتى يكون في كنترول أكتر من المرشحين على الفوترز أو الناخبين بالدائرة الانتخابية تبعيتهم. هيدي مشكلتنا مع هيدا القانون الانتخابي. خلونا نشوف كيف كيف عم تتقسم الأصوات، أو كيف منحتسب مين اللي بيربح بكل ليحة. عنا هولي الأصوات التفضيلية تبع صيدا وتبع مرشحين صيدا وتبع مرشحين جزين بكل ليحة. عندك مثلا هون بالA 4230 صوت السنة من صيدا، اللي من صيدا في عنا مرشحين بس من صيدا وهن المفروض يكونوا سنيين، أخذ 11.1% من الأصوات التفضيلية تبع صيدا. ومنشان هيك تأرجع شوي لورا، كتير مهم الواحد يعرف قديش صوت بصيدا. هون إذا بتلاحظوا تحت حد عدد المقترعين، الواحد لازم يعرف قديه عدد الأصوات بصيدا وقديه عدد الأصوات بجزين. هيدا بيخلينا نقدر نعرف أنه 4230 صوت من أصل عدد المصوتين بصيدا، يعني بنقسم عدد هيدي الأصوات على عدد اللي صوتوا بصيدا بنضربهم بمية بيطلع عنا النسب بكل ليحة. عظيم، صرنا عم نعرف النسب. هون منبلش بنحطهم، بنرجع بننتقل
من اللوائح تبع الـ A والـ B والـ C، مع أنه نحن هون لاحظوا كيف مقسمين بالألوان، منحطهم بلايحة واحدة من اللي أخذ أعلى أصوات تفضيلية لي اللي أخذ أقل أصوات تفضيلية، taking into consideration، منأخذ بعين الاعتبار المعايير الموجودة على اليمين، اللي هو في عنا كوتا مذهبية بدنا ننتبه له، بده يكون عنا اللي ربحان 2 سنة 2 موارنة 1 روم كاتوليك. الاثنين موارنة وواحد روم كاتوليك بدهم يكونوا لازم يكونوا منجزين بطبيعة الأحوال، الاثنين صنة من صيدا، ولازم يكونوا اثنين من الليحة A، اثنين من الليحة B، وواحد من الليحة C. خليونا نمشي نحن فيهم اتاب بار اتاب. سن صيدا تبع أول واحد اللي أخذ 36.6% لأي ليحة تابعة؟ سي. لليحة سي. الليحة سي كم؟ مين اللي عم يحكي معي؟ سوري عن جد ما انتبهت للاسم، بعتذر. بعتقد في اثنين حكينا، في أنا سارة، ما بعرف مين في بعد. طيب بس خليني صوت امشي معك. خليني امشي معك سارة. اوكي. قلتي لي سن صيدا تابع للسي. يس. في كم مقعد بيطلع له؟ مقعد واحد. لكن أخذته بسن الصيدة، صح؟ يس يس. شو عند المقعدين البقوي اللي هن محطوطين بهيد الليحة؟ عند اثنين، عند مارونة وعند روم كاتوليك. صحيح. المارونة والروم كاتوليك شطبوا. يس. لأنه هي بيطلع لها مقعد. عظيم. السي أخذت مقعدة. مين ممكن يتبرع حدا تاني غير سارة؟ بكون أنا نقي. يلا أنا بجرب. يلا ريتا. عظيم. أي. عظيم. لكن بحسب سارة السي أخذت مقعدة، صح؟ وبطل وراح عنا واحد سنة من صيدا، فبالتالي صيدا بعد بيبقى له سنة واحد لأنه هو بيطلع له اثنين سنة، صح؟ يس. عظيم. بننزل خلصنا سن الصيدا، بينزل بننزل شو في عنا تاني اسم؟ مارونة منجزين. لمين تابع يا ريتا؟ للبي. للبي. عظيم. نحن كم مارونة بدنا؟ اثنين. عظيم. لكن هيدا أول مارونة مناخده، صح؟ يس. اللي هو تابع للليحة بي. عظيم. بي كم معد بقاله؟ واحد. ننزل على ثالث اسم، هو مين؟ سن الصيدة. سن الصيدة لأي مقعد تابع؟ أي لا ليحة؟ لبي كمان. للبي بياخده ولا لا؟ نحن بعد بدنا السنة ولا خلص خلصنا السنة؟ بلا بلا عنا واحد. عظيم. لكن بياخده هيدا الثالث، صح؟ يس. يعني بياخده رقم ثلاثة اللي هو سن الصيدة اللي تابع للبي. عظيم. شو بيكون صار في عنا هون؟ كم سنة أخذنا لحديث هلأ؟ اثنين. أخذنا اثنين سنة. البي كم معد أخذت؟ تو. تو. She doesn't have anymore. خلاص. صحيح. يعني المارونة تبع جزين والسنة تبع صيدا اللي هن تبعين للليحة بي اللي هن بالبريك بالأورانج بينمحوا. خلاص. شطبوا. صح؟ صح. عظيم. مين بيقدر يتبرع حدا ثالث؟ مين بيقدر يتبرع حدا ثالث؟ أنا بقدر. أسمع لكن عظيم. البي أخذت ثواني بس. بعتذر كتير. لا ما أسمع. نحن السي أخذت المقعد تبعها، البي أخذت مقعدين، تقدر ترجع تذكرين السي أي مقعد أخذت؟ سوري ما عرفت، يعني ما
أخذت السنة تبع صيدا اللي هو أول واحد مبين بالليل صح؟ أوكي يس. البي أخذ الدغري اللي تحته الماروني والسنة من صيدا يس. فبالتالي بطل عنا ولا سنة المفروض لأنه أخذنا اثنين سنة ودائرة صيدا جزين بدها اثنين سنة أخذوا والماروني أخذنا اثنين أخذنا واحد. كم ماروني بعد في عنا؟ مش بعد باقيين عنا الماروني اللي تحت؟ بعد في عنا ماروني واحد واحد اوكي إيه؟ وعنا سنة لا خلينا نطلع على اليمين نطلع على اليمين نسيل الليحة شوي بالكوتا المذهبية نحن لازم يكون في عنا اثنين سنة اثنين مواردة واحد روم كاثوليك صرنا اخدين اثنين سنة اخدين الاول واحد بالليحة واللي تالت واحد بالسنة بالليحة فبطل بدنا سنة صح؟ وأخذنا واحد مواردين كل السنة اللي بقلب الليحة بدهم ينشطبوا أوكي وإخدين تاني واحد اللي هو مواردني ماروني من جزين اللي هو التابع لليحة بي فبالتالي رحت من الكوتة على اليمين إذا بدنا نروح على اليمين رحت من الكوتة تبعيته فبصير بعد بدنا واحد ماروني واحد روم كاثوليك مظبوط السي أخذت المقعد تبعها البي أخذ المقعدين تبعهم فبالتالي نحن بدنا الأ اها صح اوكي اي ماروني من جزين اللي دغري لتابع لليحة اي يعني اللي اخذ اعلى اصوات تفضيليه من الليحة اي 18.6 لليحة اي الليحة اي هي البلو او الجرين اوكي سو اتس ذا فيرست وان اللي هو 14.9 عظيم أوكي. الليحة اي بتاخد المارونة من شزين yes. كم مارونة صرنا ان توتل اخدين صرنا نين. اخدين الاثنين اللي لازم ناخدها مظبوط لكن عال شو بعد في بقلنا واحد روم كاثوليك لأي yes. ليحة الروم كاثوليك لازم يكون تابع لأي للأي وين الروم الكاثوليك بالأي اخر واحد 7.5 وهيك منكون وزعنا المقاعد واللي ربح إذا بتلاحظوا السنة من صيدا 36.6 اللي هو تابع لليحة سي فبالتالي اللي أخدت مقعدها ماروني جزين سنة صيدا اللي هن تابعين لليحة بي أخدت مقعدهم اللي هن بيطلع لهم مقعدين والليحة اي بيطلع لها مقعدين مساق بي بده يكون ماروني من جزين لأنه بحسب الكوتا اللي على ميلة اليمين وروم الكاثوليك من جزين في حدا يعطينا أول انطباع لإله شو رأيكم كان بهذا التوزيع؟ هل بتعتبروا توزيع عادل؟ ما بتعتبروا توزيع عادل؟ وليش؟ هلا أنا حسيتها complicated بغض النظر عن إنه عادل ولا لا. It is complicated. ما تتخيل أنا قديش أخذت معي وقت حتى أعرف أنا ماتيماتيكي كتب وقت. بس إذا منتطلع بالأرقام لاحظوا يعني هيك بالأرقام بالأصوات التفضيلية بهيد القصص باللي ربح باللي خسر I don't think it reflects what people really want in some areas يعني مثلاً مثل موضوع تميلي أكتر to elaborate more on the issue yes هلأ بس بالأول أصلاً من موضوع اللوائح يعني كيف راحت آخر لائحة من الأساس عم نحكي على سوري عم برجع شوي عم نحكي على دي yes. يعني اعتبر انت هيدي اللايحة هي مثلا لايحة جديدة خارجة مثلا عن السياسة الكلاسيكية هيدي دفاكتو طارت وأبلوس بقلب اللايحة يلي هي يمكن تراديسيونال بس فيها عالم جديد معقول يخرقوا كمان راحت الشانسز طبعاً صحيح شو معناته؟ أوكي. مع أنه نحن عم نحكي بنظام نسبي إيه بس هيدا نسبة عقد ما عاملينه سرنام مناطقياً ولأنه هلأ يعني ولأنه العالم بعد عندهم إذا بدك ولاء سياسة معين it is easier to manipulate these people into voting for the same يلي هن عندهم أكتر power بالكوميونيتي وهيدا بموضوع سؤالك يلي كان بدك تطرحه بس نخلص انه كيف منشوف الانتخابات الجاية مع كل شيء عم بيصير هلأ والتدهور بدنا حاجة أسألك إياه بعدين إيه. أسألك إياه بعدين أوكي
I'm really keen. I'm really keen to get to get to know أكثر your شو اسمه your feedback على هذا الموضوع. باميلا. Okay. باميلا رفع إيديك. Yes. رح أعطيك هيك انطباعي على هذا الموضوع. هلا it's truly complicated ويمكن لو ما عم نقصد إنه نفهم ال procedure مثل ما هي يمكن we could have you could have lost us بأول 2-3 equations عملناها, بس ما بعرف إذا هذا الشيء بيساهم ولا بعرقل كمان فهم المواطنين لهذا القانون. بس أنا مثلا خوفي إنه إذا حدا يعني بسائل شوي نية الـ المرشحين بهذا الإطار, إنه إذا واحد فهم هالكالكوليشن كيف تنعمل you can easily reverse engineer it. يعني فيك تشوف possibilities من النتائج ومن هونيك وجاية تقرر كيف تقسيم اللوائح بده يكون. يعني خطورة الجيريماندرينج بهالحالة كتير عالية أنا بشوفها. يعني مثلا إذا بنرجع على الليست دي يلي طارت, ممكن حرام يكونوا راحوا ضحايا لأنه هيدول جايين with an alternative project وما عندهم popular base عالية, بس ممكن كتير كمان يكونوا لايحة نزلت effectively لحتى ما بعرف لحتى توطي الحاصل انتخابي. يعني ما بدي كتير إنه مش conspiracy theory العملية, بس no, no, you could tamper easily the إنه relatively easily the results and how كيف رايحين كيف بتيروا الأصوات وكيف بتيروا اللوائح etc. وبعدين قصة هيك هذا يمكن رأي شخصي, قصة اللي قالت عنه سارة هلا قدي سيرني أو قدي بلوتو كلواتري هالتقسيم مناطقيا, لدرجة أنه حتى لو diversity بدك تخلق diversity باللوائح حيكونوا diversity ضمن إطار معين. يعني مثل واحد عطاك حريتك وقال لك خيل بس معك بس 10 كيلومتر تخيل فيهم, عرفت؟ سو كمان ما بعرف قدي الحرية معطات مزبوط للناخبين أنهم يقرروا شو مين بدهم وشو اللوائح اللي حتطلع. باميلا خليني اقول لك انت فتت شوي بالعمق, بس هيدي اذا بدك تقول الحسابات الانتخابيه اللي كانت عم تصير بال 2018 بالدوائر, وهيدي حسابات المرشحين. هلا انا برجع بحكيك بعدين على جنب, كنت شيء مندوبه بال 2018 لانه اسم الله يعني حاسس انه بتعرفي شويه تفاصيل مش بس بالقانون الانتخابي انما كيف الامور بتصير على الارض. انا هون شوي عندي شويه كيوريوزيتي اعرف اذا كنت لا ما كنت مع بعض المرشحين بغض النظر ما بدي اعرف مين. لا ما في مشكل, بس لا ما كنت مندوبه, بس وحتى ما كان عندي اطلاع على تفاصيل الحسابات تبع القانون تكون صريحه معك. بس يعني انا بروح ابعد شوي من الارقام. يعني البروبلماتيك يلي هاللوجيك تبعتها يعني واضحة كتير بالنسبة لإلي. يعني إن كان من تقسيم الدوائر وإن كان من كيف بيقطعوا اللوائح الكابس وكيف يحتسب الصوت التفضيلي, يعني بشوف في عنا مشاكل أبعد شوي من طريقة احتساب الأصوات. وقصة الكوتا, يعني مثلاً هيدا لفت إنه الكوتا النسائية منا موجودة, والزيادة عن هيك إنه نفوس الامرأة المتزوجة بتنتقل من منطقة لمنطقة, سو بعدين يتوقع منها إنها تكون عم تقترع لأشخاص ما بتعرفهم أو ما عم بيقدموا لها خدمات معينة إذا ساكنة بمنطقة تانية. يعني كلها هول لا استطردنا كتير, بس إنه مش عن معرفة بالانتخاب قد ما بقانون الانتخاب قد ما هو هيك رياكشن صحيح لللوجيك تبعه. باميلا يمكن هلا يمكن مش وقتها كتير نفوت بالتفاصيل, بس على الأرض هو هيك صار. في حسابات انتخابية في بعض الدوائر الانتخابية وخصوصا اللي كانت فيها العتبة الانتخابية كتير عالية وبالتالي الحاصل كتير مرتفع, كانت المعارك شبه محسومة. لادي صراحة بترفض تمشي بخطاب انه المعارك محسومة, النتيجة محسومة مش المعارك, النتيجة محسومة كرمال ما تأثر على خيارات الناخبين.
بس فعليا هيك كان يصير ببعض الدوائر الانتخابيه للاسف. بدوائر انتخابيه ثانيه كانت تنزل لوائح انتخابيه ما تقدر بطبيعه الاحوال، عارفين انه ما حتاخذ الحاصل الانتخابي، بس كانت تطقشت الحاصل الانتخابي بحسابات المرحله الثانيه. سو كان في حسابات انتخابيه هيدي كلها بتصير. رح وقف انا هون بس حتى اشوف آراء بعض الأشخاص على كيفية احتساب الأصوات. كريستال كنت عم تسألي شيء، are the issues with this voting system intentional or accidental؟ لكيفية هلا أنا بدي أسألك لإلك شو قصدك بالإشوز. بالنسبة للادي هي كانت معمولة on purpose، منشوف كيف انعمل القانون الانتخابي، كيف انحط قانون الانتخابي، شو المسار اللي سلكه لإقرار قانون الانتخابات، وكيف انحط النظام الانتخابي. هيدا كلنا بدل كل شيء بدلنا انه نحط on purpose للشيء اللي عم نشوفه اليوم اللي شفناه بال 2018 لعدم صحة التمثيل. بس شو قصدك كريستال بـ the issues بالvoting system؟ الإشيوز اللي سارة وغيرها ضووا عليها من قبل، يعني it's not this voting system doesn't lead to the results that most people want from a voting sure. system. Sure. It is very location based. I know that. Yeah. Please go ahead. It's easy to control the location aspect, but the other stuff that has to do with يعني once you actually calculate what goes on. You end up with certain parties not having an equal chance at winning, or certain individuals. They seem so complicated that how would you get to that intentionally? And it would take so much effort. Exactly. With Cristal, we're not only talking about not having equal chance, but Kamena not having equal opportunities among candidates. Saidi Awal Shahli. وعنا الشغلة الثانية الأساسية بهذا الإطار. That's why we ended up talking about unfair representation. لأنه في كتير كمية أصوات انكبت من كتير لوائح ما أخذت الحاصل الانتخابي بال 2018. ليا عندك شيء تقولي بهذا الإطار؟ كنت عم بتقولي you agree أنه it is complicated. ليا أبو عنق. لا بالعكس، بس هو لأنه شوي ثقيل وقت اللي كنتوا عم بتفسروا كيف بتنحسب الأصوات، يعني كانت شوي دقيقة لحتى نقدر نقراها. Please let me know إذا في شيء ما قدرت تفهميه. أنا I'm willing إنه نرجع عيد العملية. إذا حدا ما قدر يركز بمطرح من المطارح أو ضيع بمطرح من المطارح let me know بالتشات، أنا I'm willing نرجع to go through it من أول وجديد. نو صارت واضحة بالنسبة لي. Perfect. أنا بدي لكم لاحظوا شغلة هون بحسب الكوتا. الروم الكاثوليك اللي أخذ 7.5% من الأصوات اللي هو للليحة A ربح بقلب الليحة، ورئاز سنة من صيدا اللي أخذ 11.8% اللي هو تابع للليحة A اللي هو دغري تحت المارونة من شلسين خسر، مع أنه أخذ تقريباً تلتين الأصوات أكثر من الروم الكاثوليك، مش تلتين سوري تلت الأصوات أكثر من الروم الكاثوليك بالليحة A، بس لأنه في عنا كوتا طائفية. فلاحظوا كمان قديش الكوتا الطائفية والمذهبية بمطرح من المطارح discriminatory بهذا الإطار. سوري أنا هلا عم شوف بعض الهانز المرفوعة. مارون بيرجع سارة. مارون تفضل. أعتقد بس ما بعرف صوت منيح ولا لا. بالنسبة للعملية واضحة جدا، بس بالنسبة كاحتساب على الأرض كيف وكقانون انتخابات أكيد مش عادل. مارون أنا ما عم بقدر أسمعك، بعتذر منك الصوت شوي عم بخش. علي عم بيقول مارون أنا سمعته، عم بيقول مارون اللي هو هلا باتر مارون
هلا منيح؟ ايه كثير منيح هلا الصوت مارون. بالنسبه كعمليه احتسابيه حضرتك عم تشرحها جيده جدا، ولكن على الارض بوقت الانتخابات النيابيه على الأكيد كنت الاحتساب الأصوات بقلب الدوائر أكيد مش جيد. شغلة تانية كقانون انتخابات أكيد قانون مش جيد أبداً، لأنه أنا إذا بدي انتخب بلائحة واحدة أنا ست ملزم بالأشخاص الموجودين باللائحة الواحدة، وبالتالي إذا في أحد الأشخاص اللي هن غير جيدين أو بالأحرى فاسدين أو شيء عليهم شبهات معينة أنا ماني قادر أني أشتبهن وبالتالي انتخب حدا تاني غيرهم، فصرت ملزم فيه ملزم باللائحة اللي فيه. فلهيك هو كان نحن بنعتبره قانون غير جيد وغير ممثل، يعني ما بيمثل تطلعاتنا كشباب لمستقبل زاهر. شكرا مارون، أضاءت على موضوع كثير مهم وأساسي اللي هو إنه، وهيدي على فكرة لاحظناها ووجهناها كثير بشرح القانون بال 2018 قبل الانتخابات. الناس كانت معودة على النظام الأكتري، شو معناك كانت معودة على النظام الأكتري وما يكون في قصائم مطبوعة سلفا؟ يعني الناس كانت معودة تاخد الورقة هي تحط الأسامي اللي بدها إياها وتسقطها. هيدا شو اللي بخلينا توصل لبرلمان الأشخاص اللي انت انتخبتهم أو حطيتهم بالليحة، يمكن انت بتحبهم بس هن روسهم منهم راكب على بعض، ما عندهم نفس البرنامج اللي بدهم يطمحوا له. صحيح ممكن تقلي مارون انه ايه ما في برنامج انتخابي اصلا، الناس ما عم بتصوت على برنامج انتخابي، عم بتصوت يمكن الشيعي بيصوت للاحزاب الشيعيه، السني بيصوت للاحزاب السنيه وهكذا دولي. بس اليوم لما اجي انا صوت لليحه، بغض النظر هون في صوت تفضيلي، هيدي مشكلتي انا بالقانون باللوائح انه في صوت تفضيلي، الليحه ما مسكره، يعني انا ما بعطي بس صوت للليحه بغض النظر عن الاشخاص. بس أنا إذا بدي أعطي صوتي لهيدي الليحة بغض النظر عن الأشخاص، أنا بكون هون عم صوت لبرنامج، يعني أنا مآمن ببرنامج انتخابي الليحة عم تطرحه للناخبين وللناخبات بالدائرة الانتخابية، وبغض النظر عن هو الأشخاص، يعني أنا إذا بآمن فيهم ما بآمن فيهم، بحبهم ما بحبهم على الصعيد الشخصي أنا ما إلي علاقة، أنا بحاسب الليحة بعدين من بعدها بأربع سنين إذا طبقت هيدا البرنامج ولا ما طبقت هيدا البرنامج. وإلا بروح على مثل ما صار بال 2018، وتعطيكم إكزامبل بسيط شو اللي صار بال 2018 قبل ما أخذ باقي الـ شو اسمه اللي رفعين إيديهم سارة. اللي صار ب 2018 ببعض الدوائر الانتخابية، أنا هون بعتذر لحاطي شوية إكزامبلات لأحزاب سياسية، بس هي منا محصورة بس بهول الأحزاب السياسية، هي بتسري على كل الأحزاب السياسية اللي خاضت الانتخابات بال 2018. ببعض الدوائر الانتخابية كانت تلاقي التيار الوطن الحر وحزب الله وحركة أمل متحالفين، ببعض الدوائر الانتخابية الأخرى بتلاقيهم نزلين ضد بعض، ببعض الدوائر القوات اللبنانية مثلا مع تيار المستقبل متحالفين، ببعض الدوائر نزلين ضد بعض، ولكل الأحزاب مش عم بعطي بس هيدا specific example عن هيدولة، هي بتسري على الكل. هيدا شو معناته؟ معناته أنا في عندي تحالفات سياسية تحالفات انتخابية بتنتهي من بعد الانتخابات، بس هيدي ما بتأسس لواقع برنامج انتخابي هول الأشخاص عندهم نفس التفكير يقدروا يشتغلوا عليه. فبالتالي أنا اللي بدي صوت مثلاً let's say for example لليحة تيار المستقبل والقوات اللبنانية هون بدائرة تانية عم صوت ضدهم، أو إذا صوتت للمستقبل بكون عم صوت أنا مع القوات أو ضد القوات أو كذا، ما حيوصلوا على البرلمان أنا أي برنامج انتخابي، كيف بدي أرجع حاسبهم بعدين؟ اليوم مفيد تبلش تفوت بعقلية وبذهنية الناس، لأنه كانوا معودين كتير على معرفتهم بالأشخاص، نبلش نفوت السيستم أنه نحن نقدر ننتخب بحسب البرنامج الانتخابي. بأمريكا الديمقراطيين والجمهوريين بيتنافسوا مع بعض، الواحد الديمقراطي بيروح بيصوت للديمقراطيين بغض النظر عن الأشخاص، في ناس جمهوريين
بيكرهوا دونالد ترامب بالانتخابات الماضية، مش عم بحكي اللي مرقت هلأ باللي قبله، بس صوتوا له لأنه في مبادئ ماشيين عليها، ونفس الشيء بالديمقراطيين. So voting أو الاقتراع للبرنامج بالنسبة لإلي أو بالنسبة لكتار غيري يمكن أهم من الاقتراع إذا بعرف الشخص أو ما بحبه للشخص أو هيدي الأمور. سارة كنت رافعة إيدك، بتمنى كون مارون جاوبت على سؤالك، إذا في شيء أكيد بنرجع بنحكي فيها. سارة سوري أخذت من وقتك. لا أبداً أبداً، أنا بس بدي أسأل سؤال لأنه في شيء اختبرته شخصياً بال 2018، كانت أول مرة بنتخب وكان عنا صار معرفة شوي يعني جنرال عن القانون، ما في شيء محدد. فبوقتها كانوا الأشخاص اللي عم بحكيهم عم بقولون أنه أنا رح انتخب بلايحة جديدة من التراديسيونال، يعني عم بيقولوا أنه كانوا عم بشجعوا أكثر السانكشن فوت على انه voting for somebody new، للسبب اللي انت ذكرته انه هن على يعني مثل بيربحوا على ظهر اللوائح يلي بتجيب عدد بس ما بتجيب عدد كافي للحاصل. What do you mean by sanction vote؟ يعني like يعني blank، مش حتى بلانك، حتى البلانك لا، يعني مثلا اعتبر انت فور اكزامبل كنت من الاغلبيه عندك بضيع بمنطقتك بارتي بوليتيك معين، انت منك معه ومنك مع الاكليفالون تراديشنالمون ضده الالترناتيف 100%، يشجع انك تصوت للي ضده حتى لو انت منك معه بس تو سانكشن هيداك البوليتيكال بارتي. فهيدا الشيء محطوط بعتقد اصلا بالقانون، يعني هيدي الطريقه انه اذا انت بتنتخب نيو وان يلي ما رح بتجيب يمكن نسيسيرمون الانف فوتس يربحوا على ظهره. هيدا الشيء بيتزبط بالقانون؟ يعني اذا بيتعدل للقانون بيتزبط هيدا الموضوع؟ هيدا بده تعديل ساره بالقانون، يعني كيفيه احتساب الاصوات بصير بدها تعديل بالقانون. وهيدي بتفتحي على فكره ديباجي الى اول ما الى اخر. خليني اكون لكم، هو قانون الانتخابات تقريبا بحدود ال 107 او 117 او 111 ارتيكل ماده قانونيه. في عندك شيء خمس مواد قانونيه اللي هي ترتبط بالنظام، يعني بالكوتا المذهبيه، بكيف مقسم الدوائر الانتخابيه وكيف احتساب الاصوات، كيف مين بينجح مين بيسقط كيف بتنحسب. هيدي اللي بياخذوا عليها وقت، وهيدي اللي اخذت اربع سنين ومددوا لحالهم مرتين، بينما باقي القانون انه كيف بنزل بقترع وايمتى بتبلش الكامباني الكتورال، شو بسموها بالعربي الحمله الانتخابيه، هولي ما بتاخذ وقت، هيدي سهله. سو اللي كنت عم تطرحيه ساره بكيفيه احتساب الاصوات، هيدي اذا انفتح تعديل القانون ما بنخلص، ممكن يؤدي لتمديد للبرلمان لولايه البرلمان، وبالتالي لازم اللي بهمه انه اجراء الانتخابات بوقتها بغض النظر عن قانون الانتخابات، لانه احترام المهل الدستوريه والمهل القانونيه هي منا وجهه نظر، يعني هيدا حق لكل مواطن كل اربع سنين يحاسب. انا اللي بغالط الاشخاص اللي كانت عم بتقلك ساره انه اعطي صوتك لهون حتى لو حتى تحس بهيدوليك to sanction others، أنا ما بعتبرها هيك. أنا بعتبر for example هلقد كتير بسيطة العملية عندي، إذا أنا مني مرتاح لا traditional political parties اللي نازلة ولا للalternative ones اللي نازلين ضدهم، أنا ما بعطي صوتي، أو بنزل يا ما بعطي صوتي أو بنزل بعطي صوت أبيض، ورقة بيضة. ليش بعطي ورقة بيضاء؟ لأنه بس تطلع النتائج بهيدي الدائرة الانتخابية سينج من بعبدة، أنا من بعبدة لأنه بصوت ببعبدة، بيطلع مثلا في 100,000 صوتوا، من ضمن 100,000 صوتوا في عنا مثلا لتسي 20,000 ورقة بيضاء. 20,000 ورقة بيضاء هي رسالة سياسية للكل. شو معناتها؟ معناتها أنه لا أنا مقتنع بهيدول ولا أنا مقتنع بهيدولي، بالعكس صوتك بيكون وصل. بينما إذا بدك تصوتي لفريق معين بس نكاية بفريق تاني، هون ممكن في إلى حساباتها وبالنهاية up to you، بس هون ما بتكوني عم بتترجم صوتك بطريقة مظبوطة، بدها تترجم بعدين أنه صوتك راح لهيدي الليحة، يعني هيدي الليحة كانت represented بهالقد عدد ممكن من الأصوات. نرمين؟ إيه أنا بدي أسألك سؤال بس،
بالكوتا المذهبية، منك معتقد أنه حتى الكوتا المذهبية نوعا ما حصرت كونه نحن ببلد طائفة؟ يعني حتى بتحس منا ديمقراطية، لأنه بتصير عم تجبر السني مثلا ينتخب السني، المسيحي ينتخب المسيحي، يعني بتصير عم بتمشي وعم بتمشي بعض الأشخاص، وبالأخص نحن عنا بالبلد، يعني بتحس أغرب الناس بتمشي ورا الأمور الطائفية مثل ما بتمشي ورا الأمور السياسية. مزبوط نرمين، بس خليني أكون واضح معك، هو قانون الانتخابات هو نتيجة أو صورة مصغرة على كيف النظام السياسي بلبنان بيشتغل، اللي هو نظام طائفي بامتياز، وهو نظام محاصصة والمحافظة على المحاصصة وحقوق الطوائف. كرمال هيك الكوتا المذهبية الستة موجودة بقانون الانتخابات. أكيد الطموح أنه نطلع لقانون انتخابات خارج القيد الطائفي، بس هيدا بيترتب عملية طويلة عريضة، وهيدا بده بروسس طويلة عريضة. يعني اليوم في عندك المواد خاصة بالدستور اللي هي المادة 92 أو 95 من الدستور، اللي هي إلغاء الطائفية السياسية. في لجنة بدها تتألف لإلغاء الطائفية السياسية، وفي إلها مسارها وفي إلها آلية عملها تتألف هيدي اللجنة وتحط الأكشن بلان تبعيتها وتبلش تشتغل. بعدين بتروحي على بحسب الدستور، بعدين بتروحي على قوانين غير طائفية. بس دغري تنتقلي من قانون طائفي لقانون غير طائفي، كمان هيدي حتوصل لمشكلة. رنا كانت عم تسأل سؤال على التشات، بعد رصدها العديد من المخالفات في الانتخابات النيابية، كيف ستتصدى لادي للانتخابات المقبلة، وما هي أبرز التحديات المحتمل مواجهتها؟ مرسي رنا على هذا السؤال. بانتخابات 2018 طلعت لادي بكونكلوزيون أنه الانتخابات كانت، سوري أنا عم فوت رنا، يمكن شكلها سألت السؤال وطلعت أوفلاين، يمكن راحت الكهرباء عندها. رنا أنا هلأ عم جاوب على السؤال تبعيك. إيه مزبوط. رنا أنا هلأ عم جاوب على السؤال تبعيك. بال2018 استنتجت لادي من خلال رصدها للعديد من المخالفات مثل ما ذكرت بنهار الانتخابات وبالحملات الانتخابية، استنتجت أنه الانتخابات ما كانت ديمقراطية. اليوم الكونتكست السياسي، الإطار السياسي والاقتصادي بالبلد مأزم ضرب 10 عن ما كان بال2018، وهيدا ممكن يشكل، يعني يحط لنا علامة استفهام على كيف ممكن تكون عم تتوجه مسار الأمور بالسياسة قبل الانتخابات، وقديه ممكن يصير في عملية شراء أصوات. للأسف لأنه الوضع الاقتصادي لكثير من اللبنانيين تأزم، هيدا ممكن يؤدي لتأثير وضغطات على الخيارات السياسية للناخبين. يعني أنا اليوم إذا بدك يعني بسطها بأكثر من هيك، أنا اليوم كناخب، وابدا مش عم بحكي وابدا مش عم بعمل اسقاط على كل اللبنانيين، بس اليوم ممكن الواحد يتم شراء الاصوات لإله، كانت قبل ب $100 تساوي 150,000، ممكن اليوم بكرتونه. فبالتالي انا روح انتخب للفئه او للمجموعه السياسيه اللي عم بتقدم لي هيدي المساعده الماليه، القانون ما بيجرمها، حتى لو أنا مني موافق عليهم، حتى لو أنا يمكن من الأشخاص اللي بنزل كل يوم بتظاهر ضدهم، بس قدروا يضغطوا علي ويأثروا على خيارات السياسية لأنه وضع الاقتصاد كتير سيء. هيدا شيء كتير خطير، وهيدا ممكن يحطنا بأجواء مرافقة منا كتير مشجعة ومنا كتير نزيهة قبل الانتخابات. كيف عم نقدر نتصدى لهيدا الموضوع؟ لادي رح تصب أكتر تركيز بعملية مراقبة الحملات الانتخابية اللي هي بتصير عادة قبل بثلاث أشهر وأربعة أشهر already بلشت، بس أنه effectively أو 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 legally speaking قانونيا بتصير قبل بثلاث أشهر. هيصير في عملية رصد أو مراقبة للمخالفات اللي بتصير قبل، لأنه نحن بنظر لادي عملية شراء الأصوات رح تعلى أكتر بكتير هيدي السنة بال 2022 عن ما كانت بال 2018، وهيدي ممكن يأثر كتير على عملية شفافية ونزاهة الانتخابات. يا رنا لح اخذ بعد من التشات وبرجع بشوف اللي رافعين ايديهم. Is there a parliamentary voting system used in other countries that you view as ideal or think of as best practice? كريستال منيح اللي سألتي هيدا السؤال، وانا هون بدي اتوجه لأيمن.
أيمن at any time please. أنا حابب أنا مبسوطة كتير اليوم بالنقاش، بعرف أنه أخذنا الوقت هلأ 5:30، بس كتير حابب نحكي بموضوع لادي شو بدها من قانون الانتخابات. وهون جوابا على سؤال كريستال، لادي ما بتطلع على أو عندها شيء إيديال أو عندها شيء ألتمت لإلها، وهي بتعتبره أنه يا بنمشي بهيدا يا بيكون كل شيء أن ديموكراتيك. لا، لادي عندها معايير لديمقراطية الانتخابات، معايير لازم تحترم بقانون الانتخابات. إذا تم احترامها منوصل لانتخابات نزيهة، إذا ما تم احترامها ما منوصل للانتخابات نزيهة. تبسط لك الأمور كريستال أكتر، هل قانون الانتخابات بحد بخفف من الخطاب الطائفي والتحريضي، ايه ولا لا؟ هل قانون الانتخابات بيعطي تكافؤ الفرص بين كل المرشحين على المستوى لبنان كله والدوائر الانتخابية كلها، ايه ولا لا؟ سو في عنا كرمال ما فوت اكتر بالموضوع، هيك ساعتها بجبركم اكتر تعملوا بريشر على جوليان وعلى ايمن انه نعمل جلسة تانية كرمال قانون انه شو بدنا بقانون الانتخابات. بس هول المعايير فينا نطلع عليهم، وشو ما بيكون في عنا قانون انتخابات بنعمل له ايفالويشن، بنعمل له تقييم بيزد على المعيار تبعنا، المعايير تبعنا، وبنقول اذا هيدا منيح هيدا مش منيح، هيدا وين في يتحسن هيدا وين ما في يتحسن. ريتا كنت عم تسالي شيء، رفع ايدك ولا من قبل؟ يس اكشلي عندي سؤال. هل نحن هلا بعرف انه هن بيعملوا شو ما بدهم ان ريل لايف، بس انه هل نحن قانونيا او بقلب قانون في شيء بينص على انه يعني بنعرف انه برا في سقف للفاندينجز بالانتخابات، في مونيتورينج بيصرحوا عن من وين الفاندينجز، برايفت او بابليك او وات يعني سو اون اند سو فورث. يعني هل نحن عنا ليجلي، ما عم بحكي هلا شو بيصير هو، بس هل ليجلي في نحن عنا سقف او عنا شيء بيجبرهم انه يصرحوا من وين الفاندينجز، او يعني في شيء من هالنوع؟ لانه هذا شيء كثير بياثر كمان. It's a very good question ريتا، it's a very valid point as well. صحيح ممنوع تاخذي فاند. الو سمعينك علي، سمعينك. ايه اوكي، لانه رجع انقطع الموتور، خفت تكون رحت الكونكشن. ممنوع المرشحين ياخذوا فاندز او ياخذوا تمويل من خارج جهه لبنانيه. سو القانون بيجبر انه الفاند يتاخذ من جهات لبنانيه، والقانون بيجبر باكسباندتشر سيلينج او بسقف انفاق معين لكل مرشح بدائره انتخابيه، وفي له اليه احتساب معينه. يعني في عنا سقف انتخابي، سقف انفاقي ثابت، وعنا سقف انفاقي متحرك. هلا في لهم تفاصيلهم، في لهم يعني مثلا واحد بيعتبر نحن بنسميها باللبناني بيقولوا على الراس، يعني بمعنى انه لكل فوتر او لكل ناخب بقلب الدائره الانتخابيه بحق له الواحد يكون عم بيصرف، وهيدا بسموه سقف انفاق متحرك. وفي عنده سقف انفاق ثابت، وفي سقف انفاق ثابت كمان للائحه اللي هو منضوي فيها المرشح او المرشحه. بس انا ريتا بدي ضويلك على شغله ثانيه اللي هي الاساسيه بهيدا الاطار، مين بيراقب هيدا الانفاق؟ القانون الانتخابي بيجبر كل مرشح يفتح حساب خاص بقلب المصرف، بسموه حساب خاص بالحملة أو حساب خاص بالانتخابات، اللي هو غير عن حسابه الشخصي، لأنه هذا الحساب الخاص بالحملة الانتخابية اللي بده يستخدم ترم الانتخابات هذا ما بيكون خاضع للسرية المصرفية، فبالتالي ممكن مراقبته كل الوقت. بس في عنا كتير مشاكل بهذا الإطار. أول مشكلة بهذا الإطار أنه القانون الانتخابي بيجبر بس الشخص المرشح انه يرفع السرية المصرفية عن الحساب تبع حملته الانتخابية، بينما السرية المصرفية لادي اللي بتعتبرها انه لازم ترفع عن هيدا الشخص وعن الاصل وعن الاصول والفروع، يعني عن عائلته الصغيرة وشوي من عائلته الكبيرة، لانه الواحد ممكن يكون عم بيصرف من حساب يمكن مدامته، من حساب ابنه، من حساب مرته، من حساب خيه اللي هو وهي نفس الشيء تكون عم تحس. فبالتالي كيف بدنا نراقب الانفاق الانتخابي اللي عم بيصير؟ هيدي دو ان دو دو للمفروض يراقب هيدا الامور كلها في شيء اسمه هيئه الاشراف على الانتخابات. وهون بالمفارقه هيئه الاشراف على الانتخابات عينت ب 17 ايلول او ب 16 ايلول 2017، يعني تقريبا قبل ب 6 اشهر 7 اشهر
من انتخابات 2018، بينما أن الرصد لها اعتمادات وميزانية حتى تقدر تقوم بعملية المراقبة بشكل فعال بنيسان 2018، يعني قبل بكم يوم، قبل بعشرين 25 يوم من الانتخابات، ما قدرت تراقب الانتخابات. مظبوط، هيدي شغلة. شغلة تانية، أعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات للمفروض هن يراقبوا الانتخابات، هن كانوا politically affiliated مع أحزاب، وهيدي قال وقتها وزير الداخلية والبلديات إنه هذا المشنوع عن تعيين هيئة الإشراف. قال نحن منطمن اللبنانيين ومنفرحهم أنه كل الأحزاب متمثلة بهيئة الإشراف على الانتخابات. سوكيفي ضرب لها كمان الاستقلالية تبعيتها. في بروسيدور معينة كمان ريتا لازم توصل لهيئة الإشراف على الانتخابات من شيء بسموهن مدققي الحسابات أو الأوديتورز، اللي هن بيوصلوا، هن مدققي الحسابات تبع المرشحين، بيوصلوا بشكل شهري المفروض لهيئة الإشراف على الانتخابات تقدر تراقي بالمرشحين إذا كانوا ملتزمين بالسقف المحدد لإله بحسب مصاريفهم ولا مش ملتزمين. هذا الشيء ما كان عم بيصير بشكل فعال، كان عم بيصير أفيور أميزور بمطرح من المطارح. في كتير مرشحين ما قدرت الهيئة بحسب ما هن قالونا يقدروا يراقبوا عملها، في كتير مدققي حسابات ما كانت عم تبعت للهيئة الحسابات المالية أو الريبورتس الفاينانشال ريبورتس بشكل سو هولي إذا بدك الصورة اون كرو، وهيدا أثر كمان على شفافية الانتخابات. نقطة صغيرة، تفضل تفضل. نحن كمان خليني أقول إنه حنكون عم نحضر سيشن خاصة بموضوع الانفاق الانتخابي، يعني البند تبع الانفاق الانتخابي، لأنه بند واسع وخصوصا هيدا شابيتر كامل بده نفضه ريتا، يعني شابيتر بكامل بده نفضه كله سوا، من من سقف الانفاق الانتخابي، رسم الترشح، عندك الاعلام والاعلان الانتخابي وكيف بتتقدم، والايكوال اوبورتونيتيز، الاعلام المجاني وغير المجاني، الاعلان الانتخابي وكيفية محاسبته. ام بريتشور ال تي اي عندهم معلومات اكثر ودارسين لهيدا الشابيتر بالعمق اكثر، وعندهم تصور يمكن كيف تم مراقبته بشكل فعال اكثر. وايمن حطني بالجو، انا مور ذان انترستد انه اكون عم شارك كمان بهيدي الجلسه، احضرها اس بارتيسيبنت كمان بهيدا الاطار. هو فصل كامل بقلبه تقريبا 12 ماده، بس لانه حكيت عن دقيقين الحسابات في نقطه كثير مهمه، انه كل المرشحين كان معهم من نهار انتهاء الانتخابات بستة أيار كان معهم مهلة شهر ليبعثوا تقارير لهيئة الإشراف، وكل شخص بيتأخر عن تقديم الشهر بيطلع عليه غرامة مالية بحسب قانون العقوبات، وممكن توصل بعدين للحبس يعني بحسب قانون العقوبات. ولكن كل يوم تأخير عم نحكي مليون ليرة، وبحسب هيئة الإشراف عن الانتخابات في عدد كبير من المرشحين لم يصرح، ولكن كمان ما كان سائل محاسبة، مع العلم انه بوقتها كان هايدي ممكن يكونوا عم يفوتوا بميزانية الدولة، عم نحكي عن ارقام بالملايين الليرة اللبنانية كانت موجودة بهذا. صحيح، برجع باكد صحيح، ممكن في اجراءات اتخذت بحقهم. برجع باكد انه الفصل الخامس اللي هو موضوع الانفاق الانتخابي حيكون لنا جلسة خاصة فيه لاحقا، حنحكي اكثر عن موضوع الانفاق الانتخابي وعن تجربة ال تي اي بموضوع الانفاق الانتخابي بعام 2008 2009 2010 و 2018. شكرا عليك. Parfait. Là, voilà. Ali, بعدك معنا؟ إيه أنا معكم. ألو. إيه علي، راح الكونكشن شوي عندك إجازة مش الحال. تفضل. ألو، أنت تسمعوني؟ بعتذر أيمن، الكونكشن عن جد عاطل اليوم. حدا عم يسمع علي؟ حدا عم يسمعني بس لأنه بعتقد علي ما عم يسمعك. ألو؟ هلأ علي عم يسمع. أنا عم تسمعوني؟ إيه هلأ عم يسمعك علي، تفضل. هلأ إيه سمعينك علي. إيه عم بقلك بعتذر، في الكونكشن واليو بي اس، الكونكشن واليو بي اس كله عم بيأثر، بعتذر. طيب إذا بدأ أصلاً نحن وقتنا كمان صار إيديك؟ إيه وكمان وقتنا صار شوي ضيق، إذا بقى يعني خلينا نقول 10 minutes ومنها. أيمن؟ إيه علي؟ أنا ما عندي مشكل، بس أنا عم بنقل 4G، ارجع خليك معي. أنا معك.
أنا حابب كمل، يعني إذا بعد حدا حابب نحكي it's up to you، بعرف يمكن أوقاتكم بس أنا معي وقت نرجع نحكي. سارة إذا في عندك شيء كنت رفع إيدك، ما بعرف إذا من قبل yes. أو تفضل. لا عن جديد بس كان بدي أحكي كلمان موضوع سؤال ريتا وبموضوع كمان how to follow electoral money، إنه نحن هلأ كمان بدنا ناخد بعين الاعتبار بعتقد added factor يلي هو موضوع cash based transactions يلي عم بتصير أكتر بالبلد، لأن كلنا هلأ عم نتكل على cash transactions، ما حدا بقى عم يتكل على البنوك، not to mention the diasporic money يلي أكيد رح تكون عم تجي من political associations يلي موجودين برات لبنان. كيف بدك تراقبيها؟ ما بقى نوقف على المطارات بركة ما بعرف يعني هولي كمان كلهم يعني رح يلعبوا دور مع موضوع الديفالويشن وفرق الدولار يعني رح تكلفهم أقل وبقصص أهين أنه يقدروا يتجنبوا المونيترينج تبع تبعنا نحن كالتي اي أو أنتو أو الكل يعني، فما بعرف how we can find a solution around that أو إذا في شيء best practice. exactly. بكرة بناخذ الجواب أنا وياك من الجلسة تبع LTA عن الشابتر تبع الإكسباندتشر تبع كل شيء اللي له علاقة بالمال الانتخابي كله سوا. بس أنا بدي أكد لك كمان على شغلة سارة، كل ما تكون الأمور مأزمة وكل ما هلأ البانكينج سيستم بعده هالقد قاشط وبالتالي ما عم بيصير في ترانزاكشنز وتحويلات منه وعبره، كل ما بتكون بتخف عملية المراقبة وبتصعب عملية المراقبة لهيدي الترانزاكشنز، لأنه الكاش ماني ما بتقدر تراقبيه. اوكي فكرت مش عم بنسمع. سو يس هيدي هي. إذا بدكم إذا بعد ما حدا عنده سؤال أنا حابب أسألكم هذا السؤال هيك بشكل عام، وهيدي بتفيدني لإلي أنا أزلادي مش أزعلي. كيف لقيتوا الجلسة؟ قديش حسيتوا أنه كانت beneficial، كانت fruitful؟ يمكن بعرف أنه في كتار منكم عندهم معلومات انتخابية و it was very obvious بهذه الجلسة عنكم معلومات انتخابية، قديش قدرت ساهمت بتوسيع الأفاق بالمعلومات الانتخابية اللي عندكم إياها، وكيف حاسين رايحين بالمرحلة الجاية؟ هيك إذا بكون ناخد like 5 minutes تكون عم نعمل هيدا الديسكشن. مين حابب يحكي؟ فاطمة؟ سارة ما بدي أسمعك هلا. أنا هاي فاطمة. سوري أنا I wasn't able إنه كتير فوت معكم بالدسكشن لأنه أنا على الطريق راجع من الشغل على البيت وكنت عم بسمع. Thank you الله يعافيك. فما كنت قادرة أكتب كتير ولا حتى أحكي كتير. It was very informative. يعني الدسكشن عن القانون الجديد كتير مهم، كتير بحس ضروري الكل يعرف قديش منأثر سواء بالصوت التفصيلي أو باللوائح أو غيرها، وكثير مهم نعرف للمرحلة الجاية كيف حيكون الوضع، يعني لأنه مثل العادة الدولة اللبنانية ما بتفيق على القانون الانتخابي أو أي تعديلات بتعمله غير بآخر منت. صحيح. So very beneficial إنه كلياتنا نكون عم نعرف وين الثغرات، وين حتى كثير مهم نعرف كيف يعني اللي حكيته عن جزئين عن سوري عن اللائحة دي لما طلعت ب 13,000 صوت وبعدين بال 100 صوت فيها صار ناخب سوري مرشح بيربح very good حتى تنتشر هذه المعلومات I think بين الناس فيعرفوا قديش فعلا بتأثر صوت بالناقص صوت بالزايد صوت تفضيلي فعلا بيأثر وعم يعملوا القوانين على قياس قد ما يجربوا يضحكوا علينا خلينا نقول بقوانين جديدة ويقولوا إنه عم نسمع الكون بالآخر عم يرجعوا يفصلوها شوي على قياسهم لحتى يكونوا عم يربحوا نفس الأشخاص اللي كنا معودين نشوفهم. I agree. سارة بدي أسألك سؤال سنس أنت رافع إيدك. What do you prefer؟ بتفضلي تعديل قانون الانتخابات وبالتالي فتح احتمال تأجيل الانتخابات إلى موعد ما حدا معروف أي متى لأنه بال2009 بال2013 امتدت 4 سنين يعني ولاية كاملة ترجعوا عملوا انتخابات على هذا القانون،
أو بتفضلي سارة إجراء الانتخابات بمواعيدها المحددة وبعدين بيرجع بينفتح معركة القانون الانتخابي؟ Okay, hello. أولاً, thank you so much for the session. أنا personally, I super enjoyed it وكتير استفدت من قصص additional ما كنت أعرفها. كرمال سؤالك, لا, البرايوريتي حالياً هو أنه تكون الانتخابات بموعدها لأنه هن ناطرين على حجة تيجي يقولوا لنا ها خلينا نأجل لنعمل انتخابات أحسن. I believe أنه you can make the best out of the worst system as you have the will to do so. ف I don't think أنه we're starting from zero. وبمعنى آخر بعتقد أنه مثل ما هن درسوا هالقد هيدا القانون وعرفوا يلعبوا حواليه, I think العالم يلي بدأ تطلع ب alternative solutions can also find loopholes through which they can maybe make it or not. على الحالتين نحن هون في نقطة كتير مهمة هي الأويرنس. ليه؟ لأنه لما نحن جروب 12 شخص عملنا هيك سيشن وفهمنا أكثر, هذا الشيء بكره رح يعكس بقراراتنا وكيف نحن رح نقرر ننتخب. إذا عدة أشخاص فهموا كيف بتصير البروسس ومش بس they feed onto mis information ومس وليجندز وفانتسيز, ساعتها بيقدروا عن جد to do an informed decision ويعكس هذا الشيء بالأصوات ونطلع بهيدا القانون لوائح جديدة. يعني this is what we need to I think count on. وبعدين أكيد في معركة قانون جديد, بس أولا خلينا نحاول أنه نعمل انتخابات هلأ, لأن حتى لو هلأ you make the greatest electoral law الوضع منه ما رح يسمح ليصير في يعني كل ما نأجل كل ما حيصير في أكتر مشاكل أنه للاستغلال والexploitation وكل هالقصص. So, thank you. Thank you, Sarah. Speaking of اللي عم تحكي الـ efforts إذا بدك والـ awareness, وباميلا كانت ذكري بالـ point number three اللي هو الـ outreach efforts. أنا هون حابب ضوي كمان على consortium موجود, ائتلاف إذا بدنا نسميه. هي في لادي, في LTA, في مهارات foundation اللي هي بتعنى بالإعلام والإعلان بفترة الانتخابات بالإعلام والإعلان الانتخابي ومراقبة المساحات الإعلامية المخصصة للمرشحين, والكونسورتيوم في الـ LUPD اللي هو الاتحاد اللبناني للمقاعدين حركياً اللي كمان بيراقبوا الـ accessibility تبع الـ polling stations المراكز وأقلام الاقتراع. الكونسورتيوم بهيدي الفترة كان ذكر جوليان أسبوع جي نحن رح نطلقه. أسبوع الجاي حنضوي على فكرتين أساسيتين: إجراء الانتخابات بوقتها ضمن المهلة القانونية والدستورية دون أي تأخير, عم نحكي عن الانتخابات النيابية والبلدية, فبالتالي رفض لأي حجة لتأجيل الانتخابات. والشغلة الثانية, لأنه عم نحكي بانتخابات بوقتها, عم نحكي بخوض المسار القانوني اللازم لإجراء الانتخابات بوقتها. سو كيفية, يعني عم نحكي نحن بتعيين هيئة إشراف على الانتخابات, رصد الاعتمادات اللازمة لإلها, نبلش هون منرجع الكونسورتيوم حيشتغل على awareness sessions, على get out to vote campaigns, على building linkages بين المحاسبة دور المواطن والمواطنة, عم نحكي الدور عم نحكي as political, الدور السياسي والحقوق السياسية والمدنية وممارستها على أكمل وجه in order يحاسب ممثلين, وفيها تكون المحاسبة بشكل إيجابي, بطبيعة الأحوال يرجع يصوت لنفس الأشخاص إذا هو مقتنع فيهم, أو المحاسبة بطريقة سلبية وبالتالي ما يصوت لهم أو يصوت لغيرهم أو يعطي ورقة بيضاء بغض النظر. بس المشاركة بالعملية السياسية هيدا جزء من شغل لادي, جزء من شغل LTA, جزء من شغل هيدا الكونسورتيوم اللي هو مبني أو انبنى هلأ لفترة الانتخابات. بس كمان اللي بدي أقوله, لادي LTA مهارات LUPD بشكل أورجانيك بتشتغل على الانتخابات, بلا ما يكون في كونسورتيوم منلاقي حالنا مع بعض عم نشتغل انتخابات. وبغير موضوع الانتخابات نحن like-minded people, like-minded NGO, عنا نفس الفكر, عنا نفس الأوبجكتيف, بنطمح كلنا هون بفتكر اللي موجودين هون for a better future, فمنلاقي شوي أشغالنا بتكون مترابطة أو overlapped أو متعاونين مع بعض.
ريتا بركي السؤال الأخير منك قبل ما نخلص، لأنه هون بدي أقول لكم شغلة. باي ذا واي أيمن جوليان، أنا لأستغل الفرصة بهذا الموضوع. الساعة 7 بالليل يعني بعد ساعة من هلأ، مش هيك أنا مضطر بدي فعل على الساعة 6 لأنه بدي حضر، عنا لايف ستريمينج على صفحة لادي على صفحة لادي على الفيسبوك، حنضوي فيها على عمل ودور هيئة الإشراف على الانتخابات بال 2018 from a technical and a practical perspectives. حيكون في عنا دكتور عباس أبو زيد ضيف معنا، هو خبير بالشؤون الانتخابية، وأنا حأطلع من لادي تأعطي تجربة لادي والتي اي، لأنه التي اي كانوا مرافقيننا بال 2018 بعمل هيئة الإشراف على الانتخابات، الملاحظات اللي حطيناها وشو ناطرين من الانتخابات تبع 2022. If you feel like joining or attending the session، هي حتكون لايف على الفيسبوك من عنا. ريتا يس، انا بس بدي اقول شغلتين. انا اول شيء ثانك يو سو ماتش على السيشن، عن جد فيري فيري انسايتفل، يعني انا كثير تعلمت قصص، ويا ريت بيكونوا اكثر اويرنس، يعني يا ريت غير عالم كمان بيعرفوا اكثر هو القصص، لانه الاعلام معنا يمكن بيطلع بيفسر القانون بس مش كل العالم رح تعمل ريفلكشن عن شو البوزيتيفز والنيجاتيفز تبعه. وثاني شغله بحس انا انه يمكن انه مع هالقانون او غيره بحس في مين بروبلم، يعني حتى لو القانون الثاني معقوله يشجع للالترناتيف، بس بحس في مشكله انه ما عم نضوي انف على الالترناتيفز، او الالترناتيفز ما عم يطلعوا انف. يعني بنعرف انه مثلا ما بعرف انه يمكن اشهر وحده مثلا مواطنون ومواطنات في الدوله، بس مشكله العالم يمكن بتوافق معهم. طب انه انا بركي بدي انزل وانتخب، يعني انا بسال حالي مثلا انه طب لمين بصوت؟ انه I want to vote for an alternative، بس انه مين حتكون هالالترناتيف؟ يعني ما عندنا هال كثير، يعني حتى الاعلام ما كثير بيدور، يعني هلا يمكن شوي اكثر، بس بحس انا انه هذا الشيء كان لازم ينعمل كمان من قبل شوي تيقدروا يعرفوا العالم اكثر. سو يا ذاتس ات بيرفكت، ثانك يو ريتا. هلا عم نفوت على موضوع ثاني، عم نفوت على الخطاب الخاص بالالترناتيف. انا يمكن على الصعيد الشخصي بطمح لشيء، بس على الصعيد اللي بكون لابس فيها شابو لادي بكون همي شيء ثاني، همي شوف مخالفات اقل، همي شوف التزام بالقانون اكثر، وهم شوف مراقبة فعالة من هيئة الإشراف على الانتخابات، حتى بطمح بإدارة مستقلة كلياً عن وزارة الداخلية والبلديات تراقب الانتخابات دو أزد. فينا نحكي دايماً أيمن، أنا I'm gonna share if you don't mind، I'm gonna share معك هيدي البرزنتيشن، وبليز feel free تبعتها للأشخاص الموجودين كانوا معنا اليوم بيقدروا هيك يقروا عنا أكتر. feel free أيمن to share معهم الإيميل الخاص تبعي أنا. أي حدا كمان عنده سؤال عن الانتخابات please feel free to reach out at any time. إذا ما حدا عنده شيء بعد أسئلة، أنا بدي أتشكركم للوقت. نحن كنا ملتزمين للساعة 5:30 تقريبا، صارت الساعة 6:50، بس honestly speaking أنا I enjoyed it، مع أنه تصببت عرق يعني شوب وما في AC وما في شيء، بس I really enjoyed the conversation معكم. بدي أتشكر أيمن، بدي أتشكر جوليان على هيدي الفرصة اللي أطحوها لادي نقدر نشرح أكثر شوي عن قانون الانتخابات، عن الثغرات بقانون الانتخابات، وعلى وين ممكن نحن نكون رايحين. مرسي لكم مع كل هيدا الوقت وكل هيدا المومنتم العاطل اللي عم نعيشه اليوم والأوضاع العاطلة، بعد في ناس عم تهتم بالمشاركة السياسية وتعلي مبدأ المحاسبة over anything. Thank you يا علي. Thank you لألك لوقتك. يمكن الصبح كنا عم نحكي على أساس ساعة ونجزي. صرنا تقريبا ساعتين إلا 10 دقايق بالمبدأ لهلا. صحيح. My pleasure. بالضبط. ونحن كمان pleasure أكثر بهذا الإطار. وبتعرف يا علي يمكن نحن وياك مثل ما ذكرت نحن حلفاء بتحالف واحد، وشغلنا حيكون بالمرحلة الجاي طويل مع بعض. نحن يمكن ما بلشنا بأول ورشين كما يقولوا عم نعرف بشكل عام على القانون، ولكن حيكون في شغل لأننا كتير مع بعض بالفترة اللاحقة، مش بس LTA ولادي، LTA ولادي وكل الزملاء اللي كانوا عم يشاركوا معنا اليوم خلال ورشة العمل، لأنه عنا دور كبير نلعبه بالفترة الجاية، لأنه الانتخابات نغمض عين نفتح عين،
مسير موجودين. انا بدي اتشكرك، بدي اتشكر الزملاء، انا بدي اتشكر. الكلمه الاخيره لجوليان اذا بحب يضيف شيء قبل ما نختم. لا انا ما عندي شيء اضافي اقوله غير اكيد الشكر فعلا. It was a very highly interactive session وvery informative والنقاش كان كثير حلو. So thank you so much علي، يعطيك الف عافيه. هلا راح نشوفك بعد شوي على فيسبوك لايف اكيد. ويلا looking forward، عندنا كثير شغل سوا اذا الله راد. Stay safe. كثير شغل سوا صحيح. مرسي لكم ويعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. باي باي. باي باي. يلا باي باي. باي باي.